اذان کے بعد کی دعا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ترجمة. اے اللہ عز و جل، میں اس دعوت تامہ اور صلاة قامہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کے شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحمت فرمانے والے. اللہم آمین.